السلام عليكم. الجالكسي S20 تم إعلانه رسمياً بكل أطيافه، الـ S20 والـ S20 Plus والألترا، وكل هاي الأنواع تدعم شبكة الـ 5G، ووحدة من أسباب طلب سامسونج للأسعار المخيفة لعائلة الـ S لهاي السنة هو دعمها كلها للـ 5G. لكن اكتشفنا فروقات بالأنتنة قد تأثر عليك وعلى استفادتك من خدمة الـ 5G. طبعاً احنا بالعراق وبعض الدول ما عندنا 4G حتى، فنحير بالـ 5G ما يخصنا، لكن لكل متابعينا من الدول المخدومة بشبكات الجيل الخامس أنصحكم تتابعون الفيديو للأخير، لأن أي جهاز من أجهزة سامسونج الجديدة راح يستفاد من خدمة الـ 5G بمنطقتك، ومقدار هاي الاستفادة متغير. شلون متغير؟ هذا اللي راح تعرفه بهذا الفيديو. مرحبا وياكم حسن من قناة تيك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم عن واحد من أهم الفروقات ما بين الـ S20 والـ Plus والـ Ultra. ظلوا وياي. حتى نبسط الموضوع ونختصره، خدمة الـ 5G توفر اتصال بالإنترنت بسرعة عالية وعالية جدا عن طريق السيم كارد، وبسرعات نظرية توصل لل 7.5 جيجا بت بالثانية. هاي السرعات تخليك تحمل فيلم مثلا بحجم 2 جيجا خلال كم ثانية. لكن اللي ماكو أي أحد يسولف فيه هو أنواع خدمة الـ 5G. وحتى أوضح لكم هذا الموضوع بأبسط طريقة، الـ 5G وشبكاته هي نوعين، أكو يسموها Sub 6 جيجا هرتز والمليمتر ويف 5G، أو ما فوق 2.4 جيجا هرتز. الأولى الساب 6 جيجا هرتز، الإشارة بها توصل مسافة بعيدة، قابلية الاختراق بها جيدة جدا، لكن اللي ما حد يقول لك عنها أنه هي أسرع من الـ 4G فقط بـ 20%، يعني ما تنطيق قدرات الـ 5G الكاملة والحقيقية. أما المليمتر ويف 5G هذا هو الأسرع والأقوى، لكن بعيب كبير وكبير كلش، هو قصر مسافة الإرسال وسهولة فقدان وضياع الإشارة حتى من شباك أو غصن شجر. يعني التليفون اللي يدعم مليمتر ويف قد يفقد الإشارة بسهولة بسبب غصن شجرة متحرك، ويحول التليفون للـ 4G بسرعة. زين الـ S20 شبيه العاد وشنو مشكلته؟ شوفوا يا جماعة الخير، سامسونج خلت كل عائلة الاس تدعم الـ 5G، لكن مو بنفس التغطية لجميع الشبكات. الـ S20 الأرخص يدعم فقط الـ Sub 6 هرتز، أما الـ Plus والألترا فيدعم المليمتر ويف والـ Sub 6 هرتز، لكن الرئيسي هو المليمتر ويف. فلازم تتأكد شنو نوع التغطية اللي ببلدك من خدمة الـ 5G. شركة المحمول مالتك تجهز ملي ويف، فالـ S20 والعديد من الأجهزة غيرها اللي راح تجينا ما راح تفيدك. وأما إذا فقط الساب 6 هرتز تجهزه، فانت ما راح تستفاد من خدمة 5G حقيقية، وما راح تفرق لك بهواية عن الـ 4G، وما تسوى المبالغ الإضافية اللي راح تدفعها. انتو شنو رأيكم أصدقائي بهذا الموضوع؟ وشنو رأيكم بالـ S20 اللي تأكدت أسعار الأسطورية اللي حطمت بها سامسونج أرقام قياسية جديدة؟ مثل ما تشوفون قدامكم الـ S20 يبدي بـ 999 دولار لنسخة 12-256 جيجا، والـ 20 بلس يبدي بـ 1199 لنسخة 12-256 جيجا، والألترا المتوحش ب 1399 دولار لنسخة 12-256 جيجا. تشترون هذا التليفون لو لا بهيجي أسعار؟ شاركوني آراءكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو، وها هي، في أمان الله.